بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يشفع لأمته يوم العرض غدا. صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحابته دائما وأبدا. ثم ما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الموسوم بالنبأ العظيم، البرنامج الذي يعنى بالدراسات القرآنية وأبعادها والمقارنة بينها وبين الديانات السماوية والوضعية. أيها الفضلاء، قضية الحوار في القرآن الكريم من أبرز القضايا التي شكلت معلما بارزا فيه، لم ترد هذه الكلمة إلا في آيات ثلاث، جاءت اثنتان منها في سورة الكهف في معرض ذكر قصة صاحب الجنتين، فقال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال الثاني، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وجاء في الآية الثالثة في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إلا أن الحوار وباعتباره وسيلة تواصلية أوسع من حصره في كلمة، فقد ذكره المولى عز وجل بمعان متعددة في 29 آية من كتاب الله عز وجل، من أبرزها الجدل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحوار في القرآن هو الموضوع الذي سأطرحه على الضيفين الكريمين في هذه الأمسية المباركة. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور محمد تمزغين، أستاذ دراسات القرآنية بجامعة الجزائر. واحد، أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. كما أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور خليل قاضي، أستاذ العقائد والأديان والمتخصص في القراءات القرآنية من جامعة الجزائر. واحد، أهلا وسهلا بك فضيلة الأستاذ الدكتور خليل. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا دكتور محمد. الحوار في القرآن الكريم مبدأ الحوار في حياة الإنسان كمقدمة للموضوع. نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، شيخ خليل والشيخ فتحي والجمهور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحوار موضوع لصيق بالإنسان، ومن اهتمامات القرآن ومن تطبيقات المصطفى عليه السلام، هو شيء أساسي في حضارة الإنسان. لماذا هو أساسي؟ لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، لا يمكن أن يكتفي بنفسه، يحتاج إلى الآخرين، يحتاج إلى من يؤنسه، يحتاج إلى زوج يؤنسه، يحتاج إلى نسل يعينه ويستمر بقاؤه، يحتاج إلى من يقدم له خدمات اجتماعية اقتصادية صحية، يحتاج إلى الطبيب، يحتاج إلى العالم، يحتاج. فهذا الاحتياج مبني ابتداء على التواصل، نعم، والتواصل أساسه الحوار. فإذا كان الإنسان يحسن التواصل مع غيره، يحسن كيف يعرض ما عنده، يحسن كيف يطلب من غيره ما يحتاجه، فهذا هو الحوار الحقيقة. ما هو الحوار؟ هو التواصل، هو التواصل واستعمال وسائل عديدة للتواصل، ولكن من أبرزها الحوار اللفظي والحوار المكتوب. لكنه حوار، يعني كلام من طرفين، لما نجد في القرآن الكريم قال قال قال، فكلها حوار. لذلك فمعظم القرآن حوار الحقيقة بهذا المعنى. فهذا الجانب الأول، وهو حاجة الإنسان. الجانب الثاني وهو مهم جدا، وهو أن الإنسان حتى يلبي حاجاته فلا بد أن يتحاور، بل أكثر من ذلك، حتى يرقى بغيره، يرقى في حياته، فيحتاج إلى حوار. الإنسان يعني لما يرى إلى جوانب إيجابية فيريد أن يبلغ للآخرين هذه الجوانب الإيجابية،
وأن هذا حق وأن هذا خير وأن هذا أحسن وأن هذا أفضل. ومن ناحية أخرى يجرب تجارب في حياته فيبلغ هذه التجارب للآخر ويريد أن يفيد الآخرين إن صح التعبير، وبالمقابل يستفيد من الآخرين من تجاربهم من أخطائهم من جوانب يرونها أحسن. وهذا هو الإنسان، لتعارف الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أساس التعارف هو الحوار. كيف أعرف الطرف الآخر إذا لم أتحدث معه وأسمع إليه؟ الحوار هو كلام وإصغاء، فن الإصغاء وفن الكلام في موضعه وفي محله. بل أكثر من ذلك، الحوار الحقيقة شيء أساسي في حياة الإنسان. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يتوافق مع غيره. لا يمكن يبقى الإنسان وحيدا ويكون هو الكل في الكل، أو البقية كلهم أسفل منه أو أدنى منه بمعنى يعني. بل ينبغي أن يتوافق مع الآخرين، ففيه اختلاف في الخلق وفي فطرة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وفي التجارب. وهذا التوافق بدل التنازع، وهذا مهم جدا. يعني الأصل في الإنسان أن يتكامل مع غيره بدل أن يتنازع، وإذا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني. فهذه الجوانب، فالحوار لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، لأن الإنسان محتاج لغيره، لأن الإنسان يرقى بغيره، ولأنه يحتاج لأن يتوافق مع الآخرين نحو النجاح جميعا. هذه من بعض معاني الحوار. دكتور محمد، بالحوار يعبر الإنسان عن أفكاره ومشاعره ويتعرف على أفكار الآخرين ومشاعرهم، ولن يكون الحوار إلا بفن الاستماع. سنعود إليك بعد قليل. فضيلة الدكتور أستاذ الدكتور خليل، كيف كان الحوار عند في الديانات السابقة قبل نزول الوحي؟ هل كان في حوار أم كان القوي يأكل الضعيف؟ بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية تحية طيبة لك شيخ فتحي وعلى شيخ محمد والمشاهدين الكرام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعني هذا الموضوع هو من موضوع جليل، أنه يتعلق بشيء فطري في الإنسان كما تفضل الشيخ محمد مشكورا. الحوار كان قبل نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي نزل على أنبياء من قبله. ولكن طبيعة الحوار هي التي لها ميزة وتفرد في عهد الإسلام، لكن قبل الإسلام كان الحوار جدالا وكان تعنتا في إقناع الآخر، ثم إن لم يقتنع فالسيف هو الحكم. وأينما وجدنا ديانتين مقتربتين جغرافيا نجد هناك احتكاكا وحوارا، إما من هذا القبيل الأول، الحوار يعني باللين واللطف وكذا، وإما من قبيل السنان. يعني مثلا في شبه الجزيرة العربية التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن اليهود الأوائل كانوا فرضوا ديانتهم على ساكني الجزيرة. أحد قادتهم يسمى ذو نواس. ذو نواس هذا من قادة اليهود، فرض الديانة اليهودية قصرا على سكان شبه الجزيرة العربية، خاصة على الجنوب منها يعني اليمن وكذا، وقادما كانت تسمى كلها شبه الجزيرة العربية، لم تكن هذه الحدود الوهمية الآن. النصارى أيضا كانوا يحاولون مع هؤلاء القادة والملوك والسلاطين وكذا، القساوسة والرهبان كانوا يحاولون أن يستملوهم إلى هذا الدين. يعني أحد الملوك ملك الحيرة المنذر الثالث في قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا توفي في 500 وكذا للميلاد، أحد القساوسة يعني تروي كتب التاريخ، ونقلتها الكتب التي اختصت بالتاريخ الإسلامي وبالتاريخ القديم، يعني الطبري تاريخ الأمم الملوك وكذا، أن هذا الملك جاءه أحد القساوسة
يعني يعرض عليه هذا الدين ويرغبه فيه. وملك الحيرة كان عربيا، يعني كان على دين إبراهيم حنيفيا. هذا القسيس لما وهو في غمرة عرض هذا الدين على هذا الملك، دخل أحد مستشاري الملك وأسر للملك في أذنه. لما خرج سأله هذا القسيس، قال له يعني ما الذي قاله لك؟ قال أخبرني يعني للأسف الشديد أن رئيس الملائكة مات. رئيس الملائكة قال يعني فاستغرب القسيس يعني كيف يموت رئيس الملائكة. قال له يعني لا تستغرب، إذا كنت تعرض علي هذا الدين وأن الله يموت يعني في دينكم أنتم المسيح عليه السلام يعني صلب ومات وكذا، قال فلا تستغرب في موت رئيس الملائكة. يعني هذه من الطرف التي يسوقونها في عرض هذا الدين يعني بالحوار على المتقاربين. في شمال إفريقيا هنا عندنا ساد المذهب الدوناتي. الدوناتية هذه يعني دين متبع، هو أشبه شيء بالفلسفة ولكن هو دين متبع. لما جاء سانت أوغستان القديس أغسطين حارب الدوناتيين هؤلاء أولا بالكلام يعني بالحوار، لما لم ينفع معهم الحوار أصدر قرارات في محاربتهم والقضاء عليهم يعني استئصال شفتهم نهائيا. بمعنى أن هذا الحوار كان واردا بطريقتيه. الحنفاء في الجاهلية الذين يسمون بالحنفاء، هؤلاء كانوا على بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، أبرزهم أمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام زيد يبعث زيد أمة وحده. الله. نعم، وهو لم يعصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كلمة الحنفاء تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تقول رأيته وهو مسندا ظهره على استار الكعبة، مسندا ظهره وهو شيخ كبير طاعن في السن، يقول يا معشر قريش لم يبقى على دين إبراهيم غيري. الله. بمعنى خالف السائدة في هذا المجتمع الذي كان يدين بالوثنية وبعبادة الأصنام وبتقديم القرابين. بقى على الفطرة السليمة يعني. طبعا بقي على فطرته وبقي على بقايا هذا الدين الذي بلغه، فخالف السائد في المجتمع فحاربوه، نفوه فيما بعد إلى الموصل في العراق، ثم لما قرر أن يعود إلى مكة قتلوه في الطريق. فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبعث أمة وحده. بمعنى هذا الحوار كان من قديم ولكن استقر على أصول وأسس مع مجيء القرآن الكريم. فيه منطقان، منطق القوة وقوة المنطق. منطق القوة سلاح الضعفاء. نعم. هكذا يقول أحدهم. دكتور محمد، القرآن الكريم يعني فيه نماذج كثيرة تبين لنا يعني الحوار، ثقافة الحوار، واذكر لنا بعض هذه النماذج. نعم. القرآن غني جدا بنماذج الحوار وبالحوارات. نعم. ويوجد حوار مع الموافق من المسلمين. نعم. من الأنبياء، من المرسلين، المرسلين مع أتباعهم، ويوجد حوار مع الآخرين. صحت هذه العبارة نتحدث عنها يعني مخالف. نعم، بمعنى من المعاني. نحن سنقف على هذا النموذج أكثر ربما. من هذه الحوارات البارزة حوار الله مع إبليس. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء. نعم. مع هذا يسأل، يستفسر عن إبليس، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ نعم. يعني لاحظ هذا الأسلوب، مع أنه جاء الأمر، جاء الأمر، فيخبره إبليس أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني في مواضع من القرآن، في وقد تكررت هذه القصة. نعم. في أكثر. نعم. من 7 مواضع في القرآن. فيجيبه الله سبحانه وتعالى بأنه قد طرده من رحمته. فيطلب إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لاحظ هذا الأسلوب السيء الحقيقة في. نعم. إبليس وحلم الله سبحانه وتعالى. قال أنا لن أسجد لأنني أحسن منه،
بعد ذلك سأغويه، أعطيني فرصة إلى يوم يبعثون، وسأغويهم وسأظهر لك بأنهم لا يصلحون، بهذا المعنى يعني، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. في موضع آخر، فبما أغويتني. وهذا الأسلوب السيء في إبليس، إبليس لأنه إبليس يعني. لكن الجميل في هذا الحوار هو حلم الله وإعطاه الفرصة. طيب وبعد، ماذا بعد ذلك؟ وماذا، ما هو السبب وما هو المبرر؟ وسأعطيك فرصة. مع هذا الله سبحانه وتعالى في هذا الحوار، نتعلم الكثير الكثير من هذا الحوار. من ذلك الحوار مع الأقوام. سيدنا إبراهيم عليه السلام حور قومه في إلههم، في آلهتهم، تنفع ولا لا تنفع ولا تضر، فيجيبون بأن هذا نحن تعودنا على هذا، هذا إلى سنة الأولين والأقدمين. فيبين لهم، يضرب لهم نماذج، هيا بنا نعبد الكوكب فأفل، هيا بنا نعبد القمر فأفل، هيا نعبد الشمس فزالت هذه الشمس. وفي كل موضع من هذه المواضع سيدنا إبراهيم يعلم قومه ويحاورهم. وهذا المبدأ المهم جدا في الحوار، وهو أنني أحاول أن أفهم الطرف الآخر ما أريد، أحاول أن أفهم عنه ما يريد، لأنه إذا تفهم عنه وتقيم عليه الحجة، وأقيم يعني عليه الحجة بهذا المعنى نعم، وأتدرج معه حتى أصل إلى ما أقصده، وأصل إلى إقناعه إن صح التعبير، دون إكراه ودون إلزام ودون جبر. من تلك الحوارات حوار موسى مع فرعون، الله سبحانه وتعالى يقول لنا في آية صريحة: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني كلمة الحق لين. بلا عنف، بالضبط. الحق حق، لكن الطريقة اللين، وقولوا للناس حسنا. فهؤلاء أعداء الحقيقة يعني، إن صحت هذه العبارة، وهؤلاء يدعون إلى الإسلام. الأقوام يعني سيدنا موسى، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، وكان خطيب الأنبياء في حوار مع المرسلين. هذا الحوارات، حوار سيدنا إبراهيم مع الملك، نعم، في أنا أحي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذه الحوارات الحقيقة تعلمنا الكثير الكثير من الأدبيات، من الأخلاقيات، من المبادئ، وتركز في اللاشعور. هذا الشيء الجميل، أنه ينبغي على الإنسان أن يتحاور، وينبغي أن ينصت للطرف الآخر حتى يصل إلى تحقيق ما يريد. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة، لما جاء يعني يعرض عليه المال، ويعرض عليه النساء، ويعرض عليه الجاه، ويعرض عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم قال: أفارقت ابن يا أبا الوليد؟ قال له: نعم. قال له: تسمع لي؟ قال: نعم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، إلى آخر الآية. إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: كف عني. نعم، كف عني. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع للرجل بالضبط حتى أكمل يعني كلامه. نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. أستاذ الدكتور خليل، أكيد الحوار له أصول، هذه الأصول لا شك أن القرآن الكريم لم يغفل يعني عنها، بيّنها المولى عز وجل في كتابه. ما هي هذه الأصول؟ نعم، يعني لكل شيء أصول يرتكز عليها. والحوار عامة يعني عند المسلمين وعند غير المسلمين له أصول، لابد أن له أصولا. في الإسلام الأصل الأول في الحوار هو أن يكون المحاور ينشد الحق، بمعنى لا يهمه أن يتغلب على خصمه. شوف الشافعي يقول: يحلف بالله أنه ما جادل أحدا إلا تمنى أن تكون الغلبة له، بمعنى أنه يعني يبعد حظ النفس، هذا الذي يتمنى الغلبة وكذا، والتفكير في الغلبة والفلج والفوز وكذا، هذا يضعف الحجة.
بمعنى الحوار يجب أن يكون بقناعة، يكون بمنطق، يكون بأشياء واقعية. الحوار في الإسلام هذه الأصول يعني له أصول كثيرة، ولكن طبيعة الحوار مع من نتحاور هذا هو الذي تفرد به الإسلام. شوف القرآن الكريم يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تقريبا كل فنون الحوار مجموعة في هذه الثلاثة، يعني مخاطبة العقلاء والفلاسفة والحكماء وكذا هؤلاء بالحكمة، مخاطبة المعاندين والمنكرين والجاحدين والمتعنتين هؤلاء بالجدال، مخاطبة العامة هؤلاء بالموعظة. الله، أسلوب الخطابي. الله، يعني ابن رشد في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، هذا كتيب ظريف لابن رشد الحفيد الفقيه هذا الكبير والفيلسوف أيضا، جمع فيه تقريبا هذه الثلاثة، ثم يقول ولا يمكن أن يتأتى لأسلوب من أساليب الدنيا يعني البشر مثل هذا، أن يجمع في طياته إقناع العالم والفيلسوف وإقناع العامي الجاهل، هكذا يصفه هو، يقول في نفس المستوى. نحن أساليبنا إما أن ترتقي إلى مستوى يفهمه العلماء ويند على العامة لا يفهمونه، وإما أن يكون متوسطا بحيث أنه أحيانا يستسخفه العالم ويعلو على الجاهل، وإما أن يكون في مستوى الجهال، يعني فهذا يعني تقريبا من أسف الأساليب. وفيه من يقول أستاذ الدكتور خليل وجادلهم بالتي هي أحسن، فيه من يربط يعني فكرة الفكرة بالكرامة، يعني يربط فكرته بكرامته، إذا يعني أقمت عليه الحجة يعني تذهب معها الكرامة، بالتالي حافظ عليه بأسلوب يعني بارك الله كل الحوار بأسلوب لين طبعا. يعني الحسنة في كل شيء، يعني حتى في القتلة، فإذا وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني في كل شيء الإحسان، كتب الله الإحسان في كل شيء، خاصة مع بني الإنسان، مع أخيك في الإنسانية، يعني هذه وحدة الجنس البشري، هذه دعا إليه القرآن وأكدها كأصل من أصول الحوار. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، بمعنى شاء أن يخلقهم مختلفين، بل قيل للاختلاف خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا ما شاء ربك ولذلك خلقهم، أي وللاختلاف خلقهم، بما هذه الطبيعة في البشر. فوحدة النوع البشري هذه أصل من أصول الحوار، يعني إذا حاورت مثلا غير مسلم لا تفرض عليه أصول دينك أنت، وإنما حاول أن تجمع بينك وبينه في القواسم المشتركة، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ومع النصارى، وهكذا فعل الخلفاء فيما بعد مع الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شوف يعني إذا جمعكم الإيمان بالله هذا هو أصل الأصول. يعني شوف المسيحيون مثلا لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود لا يؤمنون أيضا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن عايشهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا أهل كتاب، يعني خصهم القرآن بشيء من الذكر، ولا تجادلوا أهل الكتاب، بمعنى وكأنهم مخصوصون بنوع من الجدال خاص. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله. حين فاز الروم على الفرس فرح المسلمون بنصر الله، لماذا؟ لأنهم أهل كتاب، والفرس كانوا مجوسا، الفرس كانوا وثنيين، بمعنى هؤلاء أقرب منا على الأقل، يعني يؤمنون به، نشترك معه في الإيمان بالله تعالى. ذلك في الحوار من أصوله وحدة الجنس البشري، الحرص على إظهار الحق، ثم الحوار بالحسنى. الحوار بالحسنى هذه تشمل الجميع، يعني مع أخيك المسلم ثم مع غير المسلم، وأخيرا التنوع والاختلاف رحمة إلهية من حكمة الله تعالى أن خلقنا مختلفين.
وإلا لما جاز هذا الحوار. إذا كنت مثلك لماذا أحاورك؟ علماؤنا يجعلون الحوار حتى مع النفس. إنسان يحاور نفسه. أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه له رسالة لطيفة في معاذلة النفس، معاذلة بمعنى عذلها ولومها وعتابها. هذه ليس بدعا جديدا جاء به أبو حامد الغزالي، بل ورد حتى عند أفلاطون. أفلاطون في كتابه النفس له فصل في معاذلة النفس: يا نفس كذا، لا تغتر بكذا، يا نفس اهتم بكذا، يا نفس يا نفس. هذه النصائح التي يوجهها لنفسه وقت. هذه تصلح أن تكون حوارا بين متضايفين. فقد سبقهم لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم كده. علي بن أبي طالب: يا دنيا غر غيري. نعم. بارك الله فيك فضيلة أستاذ دكتور خليل دكتور محمد. يعني مبادئ الحوار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع غير المسلمين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاور الجميع، وكان يحاور أهل الكتاب، وكان يحاور المشركين، وكان يحاور المسلمين، وكان يحاور المنافقين أيضا. نعم. وكان يحاور في السلم ويحاور في الحرب. سبحان الله، الحوار كأنه لصيق بالإنسان والمؤمن خاصة. لماذا؟ لأنه صاحب رسالة، وهذا دأب جميع الأنبياء. بالضبط. كل الأنبياء: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لأنه صاحب رسالة، صاحب مهمة، فهو ينبغي أن يتواصل مع الآخرين. لكن لما نتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حواره مع أهل الكتاب ومع المشركين، مع غير المسلمين، فإننا نجد أساسيات ومبادئ. من تلك المبادئ: إنسانية الطرف الآخر. ما معنى إنسانية الطرف الآخر؟ أنه إنسان، أنه بشر. ما معنى بشر؟ أنه يحتاج إلى من يسعفه، يحتاج إلى من يقنعه، يحتاج إلى من يأخذ بيده رويدا رويدا نحو الخير ونحو الصلاح. لماذا؟ لأنه الأصل في الإنسان أن لا يعادي الحق، أن لا يعادي الشر. حتى الذي نفسه تأمره بالسوء، إنما تأمره بالسوء إقناعا لنفسه بأن هذا هو الخير. فقضية الإنسان هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو أنه إنسان. إذا كان إنسان فالأصل في الناس الاختلاف، وليس الناس الأصل في الناس الاتفاق، وهذا هو المبدأ العام. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قضية الاختلاف، ولذلك خلقهم في البيت الواحد، في نفس الأب والأم، يعني يصدر عنهما أو ينتج عنهما مولود أو إخوة، كل وطريقة تفكيره ومنطق تعامله، بل نفسيته وأخلاقه. يعني هذا الجانب يعني واضح. فمن باب أولى أن يختلف عني الآخر، خاصة أن الآخرين من أهل الكتاب المشركين ينبغي أن نستحضر هذا، وهو أنهم الحوار كان على مستوى عقيدتهم. والعقيدة شيء ليس بالأمر الهين أن يتنازل الإنسان عنه. فيحتاج إلى يعني تدرج، ويحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى تواصل، ويحتاج إلى وقوف على جوانب وجوانب هذا ثم هذا. لذلك من حكمة القرآن الكريم لو أخذ تقريب حزبين من سورة البقرة، وهو يحاور أهل الكتاب، والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها حوار مع أهل الكتاب. في هذا الحوار يعني المفتوح مع أهل الكتاب، فهذا الجانب يعني التعامل. ثم لأنهم إنسان فينبغي أن نشفق عليهم الإشفاق، لأن الإنسان صاحب رسالة، فهو يريد أن يبلغ هذا الخير للآخرين، يريد من الآخرين أن يخرجهم من الظلمات. وهذا الإشفاق يعني رائع جدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لك باخع نفسك بالضبط. على آثارهم وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم. إنك لا تهدي من أحببت. فهذا المبدأ وهو الإشفاق الحقيقة. عليه الصلاة والسلام يتألم حين تنفلت منه نفس إلى جهنم، أنه مات دون أن يؤمن به. فهذا الجانب الإشفاق الحقيقي ينبغي أن نستحضره، وينبغي أن يكون خلقا مترسخا في المؤمن الذي يحاور غيره. في جانب آخر وهو أخلاقيات الحوار، وهو القول الحسن. وقولوا للناس حسنا
من الأخلاقيات العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لاحظ هذا المعنى، لماذا؟ لأنه في الأخير الطرف الآخر ينظر إلى أخلاقك أيضا، وينظر إلى طريقة تعاملك، وينظر إليك. فإذا كنت قدوة، وإذا كنت ملتزما بمبادئك، فإنه سيثق فيك، ثم سيكتشف من خلال هذه الأخلاق والتزامك بها أنها حق أيضا. فهذا يدعوه إلى أن يكتشف وأن يعرف يعني على أي أساس أنت بنيت هذا المبدأ. والجانب الثالث وهو مهم جدا، وهو أصالة المبدأ. أصالة إنك على الحق المبين، معنى إن أنت جاءك الوحي وجاءك الحق من عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تلتزم به، وينبغي أن تكون أصيلا فيه، لا تشك فيه. نتحدث هنا الحوار مع الآخر، خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم حواري مع أهل الكتاب والمشركين، يعني الأصالة مهمة جدا، لأنه وإلا فنحن لن نصل إلى شيء. خاصة لما أنتقل إلى مبدأ من مبادئ الحوار وهي أساسية جدا كما ذكر الشيخ خليل مشكورا، وهي القواسم المشتركة. نحن نؤمن بموسى، بعيسى، بالأنبياء السابقين، بالشرائع. نحن الوحي جاء مصدقا لما معكم. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا الجانب مهم جدا الحقيقة في حوارات الرسول. نضيف نقطة أخرى، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حواري مع أهل الكتاب لم يكن حوارا فقط، بل تنفيذا. وهو الذي أمضى قرابة 17 شهرا وهو يتجه إلى بيت المقدس، بل كان في تسريحته لشعره يسرح شعره مثل أهل الكتاب. لماذا؟ حتى يبين لهم أنني لا فرق بيني وبينكم، لكنهم تعنتوا. بعد ذلك تحولت القبلة، وجاء الأمر أن خالفوا اليهود والنصارى. ولماذا؟ لأنه لم يعد انتهت الفرصة معهم، صحة هذه العبارة. فهذا الجانب مهم جدا الحقيقة. وشوفوا الله سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الكريم عن عباد الرحمن، في حالة حوارهم مع الآخر إذا تعنت هذا الطرف الآخر، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم، يسلمون فيه من اللوم، يسلمون فيه من سوء العاقبة. والكلمة أحيانا لها أنياب وأظفار وأسنان، تجرح وتقتل وتهتك وتنم وتسعى بالفرقة والشتات بين بني المجتمع. وقال بعضهم الكلمة الجارحة أحيانا تفضي إلى الرصاصة القاتلة. إيه، وقولوا للناس حسنا. وأصل الكلمة لغويا من كلمة بمعنى جرح. نعم. لأنها تجرح، فلذلك سميت بالكلمة. نعم. خلينا نواصل كيف كان حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب والمشركين والمنافقين أيضا. يعني بارك الله فيك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحسن المحاورين صلى الله عليه وسلم، حاور كل من يحيط به، حاور أصحابه قبل أي أحد، حاور أهل بيته، حاور المحيط الذي يعيش فيه، يعني المشركون والمنافقون وأهل الكتاب، هؤلاء كلهم، كل بطريقة خاصة به. أولا هو جاء بالحنيفية السمحة، يعني دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو خاتم الأديان السماوية، يعني لا دين بعد إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني كل الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية كانوا لا يعترفون بدين غيرهم بأي دين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني هكذا كانوا يقولون، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني غير اليهود والنصارى لا هداية في غيرهما. ضيقوا واسعا. والمشركون كانوا ينكرون هذه الأصول الكبرى للدين، يعني البعث، كانوا ينكرون البعث، قالوا ذلك رجعون بعيد، يعني لا يمكن أن نعود يعني كما كنا ويبعثنا الله من جديد وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الدين صدم هؤلاء،
يعني صدم المشركين في عقائدهم، فناصبوه العداء. والذي يناصبك العداء له طريقة حوار خاصة به، بمعنى أنه يجب أن تقنعه إقناعا منطقيا، صحيح. إقناعا ببرهان، إقناعا بدليل. فكان يضرب لهم الأمثلة، وكان يسيرهم، وكانوا يتعنتون، وكان يكرر عليهم تكرارا، يعني لا يمل معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وسلم. لما لم يفلحوا معه وهم القوم الخصمون، الخصمون بمعنى أقوياء في الكلام، بمعنى أبيناء كما يسميهم الجاهل، هؤلاء على بلاغتهم، على رجحة عقولهم، يعني كانوا فطينين، يعني كانت سرعة البديهة هذه عند العرب في شبه الجزيرة يضرب بها المثل، في سرعة الجواب بالشيء الذي يعني بقدر. مع قوة حجتهم كانوا لا يقاومون حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يئسوا من الغلبة وكذا أغروا به سفهاءه. نعم، وكيف وقد أتي جوامع الكلم، جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فأغروا به سفهاءهم ومجانينهم وكذا، فعيروه وسبوه وألقوا عليه يعني ما لا يلقى. لما يئس منهم قصد إلى غيرهم، يعني ذهب إلى الطائف، ولكنه استقبل يعني نفس الاستقبال، لأنهم سبقوا يعني التحذير منه صلى الله عليه وسلم. ثم استعانوا باليهود في تعجيزه صلى الله عليه وسلم، لما سألوه عن المسائل الثلاثة، يعني عن ذي القرنين وعن أهل الكهف وعن الروح، فأجابهم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، ولم يجيبهم عن الروح، قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اليهود أنفسهم حاورهم، يعني جاء نفر من اليهود وسألوه أيضا أسئلة، قالوا له يعني وجدنا في كتابنا أن لك نوما خاصا، لو أخبرتنا به صدقناك. فقال لهم إني نبي ينام تنام عيني وقلبي يقظان. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفونه بالتفاصيل. سألوه أيضا عن ما حرم إسرائيل على نفسه، قال لهم حرم على نفسه ألبان الإبل ولحومها، يعني كان مرضا إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل باللغة العبرية بمعنى عبد الله، إسرائيل إيل بمعنى الله في العبرية، إسرائيل عبد الله وهو يعقوب عليه السلام مرض، ونذر لئن عافاه الله تعالى ليحرمن على نفسه أحب الشراب والأكل إليه، وكان يأكل لحم الإبل ويشرب البنا، فحرم على نفسه هذا. أجابهم بهذا فقالوا له صدقت، ولكنهم تعنتوا ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. حاور نصارى جران، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء النصارى الذين جاءوا من جران، من جنوب الجزيرة، جران الآن تقع في جنوب السعودية، جاءوا إليه إلى المسجد النبوي، وفوضهم أياما، يعني حاورهم حوارا يعني لم يستسيغوه هم. قال لهم يمنعكم عن الدخول في هذا الدين أكل الخنزير وعقيدة الصلب، أنكم تؤمنون بصلب المسيح وأن لله ولدا، هذا هو الذي يمنعكم. ثم باهلهم، والمباهلة يعني بمعنى أن الطرف الذي يخسر المباهلة سيعاقبه الله في الحين، مباهلة. باهلهم أحد القساوسة، قال سنباهله، ولكن كبيرهم قال خفت، قال إن فيه أمارات النبوة، ألا تعلمون أنه لو غلب علينا لمسخنا في المكان. صحيح. نعم. فرفضوا المباهلة، بمعنى حاور كل الطوائف المحيطة به صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك أستاذ دكتور خليل. دكتور محمد، هل الأصل يعني في الحوار مع الآخر، في التعامل مع الآخر هو الحوار، أم فيه يعني ننتقل إلى الدرجة الأخرى اللي هي الجهاد أو الفصال؟ فصال. نعم. بطبيعة الحال الأصل في التعامل مع الآخر عموما هو الحوار. لماذا؟ لأنه ابتداء
الله سبحانه وتعالى يعلمنا في حواره مع إبليس أن نحاور أعداء أعدائنا. علمنا الله سبحانه وتعالى في حواره مع إبليس أن نحاور من يختلف معنا. علمنا في الحوار مع إبليس أن نحاور من هو في قبضتنا ونحاوره، قادر على أن نعاقبه ومع هذا نحاوره. فهذا ينبغي أن نأخذه مبدأ أساسيا. بل أكثر من ذلك، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته للآخرين حتى في الجهاد. الجهاد لا يقاتل إلا من قاتل من حيث المبدأ العام، هذا قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا بالضبط، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فمن حيث المبادئ العامة نجد بأن ادخلوا في السلم كافة، هذا هو الأصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي، قال أول شيء دعوهم الإسلام، ثانيا يعطوكم الجزية إذا لم يقبلوا الإسلام، ثالثا إذا لم يكن هذا وهذا وقاتلوكم فاقتلوهم، يعني وقاتلوه. فهذا هو المبدأ العام في التعامل مع من هذا الجانب الأول. فإذا كان الحوار مع أشد الأعداء وهو إبليس، فالحوار مع غيره من باب أولى. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الطرف الآخر فطرة وإنسانية. ما معنى فطرة؟ في أصل خلقته حب الخير وصلاح، وأنه يصلح لأنه إنسان، يصلح أن يكون عبدا لله، فيحتاج إلى أن نزيل تلك الغشاوة. فارق بين إنسان هو شيطان، ليس إنسانا، هذا شيطان. تصور الإنسان بأنه شيطان هذا هو الخطأ من حيث المبدأ. لذلك فما دامت فيه إنسانية وفيه فطرة، فيمكن أن أصل إليه إلى نقطة معينة فأصل معه إلى نتيجة. وهذا الأمر مهم جدا، يختلف لما تعامل مع شيطان، هذا شيطان. لذلك في دين الإسلام لم يقع فيه تعدي أو قتال أو يعني تجاوز الحوار إلى شيء آخر، إلا في العادة دكتور. الطرف الآخر هو الذي يرفض الحوار. شوف لما قبل الحوار في صلح الحديبية، شوف النتيجة كيف دخل الناس إلى دين الله أفواجا بلا سيف، يعني مدة عامين، شوف وعقدهم لعشر سنوات الحق. الصلح. فالقضية قضية هنا، يعني ينبغي أن ننظر إلى الطرف الآخر على أنه إنسان. بمجرد أنظر إلى هذا فإن جانبا من حكم علي بأنه الأسوأ يتغير، فتنفتح قنوات التواصل. في الجانب الثالث، وهو أنه لا يخلو أي طرف مهما كان من قواسم مشتركة، وهذه القواسم المشتركة أساس الحوار والبناء على القواسم المشتركة. اختلفنا معا في شيء، ينبغي أن أنزل معك في الحوار إلى أن أصل إلى ما اتفقنا عليه. كما وقع مع أهل الكتاب، المتفق عليه الإيمان بالله واليوم الآخر والرسل، الإيمان بموسى وعيسى، الإيمان بالشرائع، فيبنى عليه. حتى بالنسبة لقضية النسخ، في حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن والرسول مع أهل الكتاب، حاورهم بناء على هذا. فلا فصال الحقيقة من حيث المبدأ هذا، لا فصال دون حوار، هذه قاعدة ينبغي أن أخذها. لا فصال دون، لا حكم دون حوار، ثم لا فصال دون فصال من الطرف الآخر. الطرف الآخر هو الذي يقرر هذا الفصال، فهذا شيء آخر. أما أن المسلم صاحب رسالة وصاحب دعوة، فينبغي أن يحاور مهما كان. المسلم صاحب رسالة وصاحب دعوة ينبغي أن يحاور مهما كان. ما هي أسباب افتراق المسلمين اليوم؟ ولماذا لم ينجح الحوار بين هذه الطوائف؟ والله المسلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حدثت يعني ملاسنات في سقيفة بني ساعدة، أيهم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في ذلك الحين وهم قريب عهد بالنبوة، لم تكن هذه الخلافات كبيرة، وإنما قضوا على الخلاف في مهده تلك السقيفة. حتى أن المؤرخين المستشرقين يعني انبهروا من كيف
تسنى لهؤلاء القوم الذين كانوا في بداوة منذ عهد قريب أن تكون مثل هذه المحاورات بينهم في أرقى مستوياتها. يقولون أن البرلمانات الراقية الآن الحديثة لا يمكنها أن تصل إلى النتيجة التي وصلوا إليها في سقيفة بني ساعدة. يعني كانوا المهاجرون يقولون منا الأمير والأنصار منا أمير ثم، ولكن في النهاية يعني بايعوا أبا بكر يعني تقريبا شبه إجماع على مبايعة أبا بكر، لأنهم تربوا في المسجد. بارك الله فيك. والمسجد كما يقول أحدهم برلمان، نوابه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لحدود الله. الأسباب الافتراق كثيرة يعني فيما بعد، يعني لما بدأ العهد يعني يبعد عن النبوة يعني مع نهاية الخلافة الراشدة تقريبا أو قبيل نهايتها، حدثت هذه الفتن بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. يعني وأثبت صاحب نهج البلاغة هذه المحاورات التي كانت بين علي ومعاوية وبين علي والخوارج وبين علي وطلحة والزبير. يعني هذه كانت حوارات، ولكن فيما بعد الأتباع هم الذين صيروها إلى ما صارت إليه. وطبيعة الخلاف هذه سنة بشرية، يعني الناس ليسوا سواء، الصحابة أنفسهم ليسوا سواء، يتفاوت قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوت التزامهم، وإن كان يعني الكل يقتدى به، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه عدالة الصحابة هذه مسألة يعني مفروغ منها في عند أهل السنة يعني على الأقل. ولكن طبيعة الخلاف هذه الموجودة في النفوس البشرية وحب الزعامة وحب الكرسي وحب السلطة، هذا هو الذي ولد مثل هذه الحزازات فيما بعد، ثم أصبحت أمور انشقاقات سياسية فيما بعد تطورت إلى تطور في المفاهيم الدينية حتى. يعني مسألة مرتكب الكبيرة هذه كانت في البداية لما رفضوا التحكيم يعني الذي جرى بين علي ومعاوية، ولكن فيما بعد أصبحت فرق ومذاهب، هذه ترى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذه تراه أنه لا يخلد في النار وإنما يخلد الكفار فقط. يعني هذه المسائل تطورت إلى مسائل دينية صرفة بعد أن كان منشأها سياسي. بمعنى هذا الاختلاف هو أمر طبيعي في الأمة الإسلامية. ثم إذا قارنا نحن الخلافات التي كانت بيننا مع الخلافات التي كانت في الديان الأخرى، نجد أن خلافاتنا يعني على الأقل كانت لها موجبات وكانت لها دواعي، ولكن الآخرون يختلفون لأجل الاختلاف. بمعنى أنه الاختلاف هذا لا يقدح في نصاعة التاريخ الإسلامي، وإن كانت هي نقاط مظلمة في تاريخنا. نقاط مظلمة في تاريخنا، نتكلم عن هذه النقاط، الحوار بين الطوائف المسلمين والقواسم المشتركة، نختم بهذا السؤال. نعم، الحقيقة يعني إضافة لما ذكره الشيخ خليل في هذا الجانب، هو ابتلاء من الله الحقيقة ليرى أن نحسن أم نسيء. فقضية الشيعة هذا أيضا رسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الله أن لا يزيل الأمة مرة واحدة فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، وهي أن يكون في بأسهم شيعا وبأسهم بينهم شيعا. هذه الشيعة يعني وهذه الطوائف كان ابتداء من الله، من ينبغي أن نفهم هذا الأمر ابتداء، مع ملاحظة مهمة وهي أنه توجد جوانب في الخلاف يسعها النص وتسعها المجال يعني الشريعة، وعلى هذا جاءت اجتهادات كثيرة في هذا الأمر. إشكال ليس هنا، الإشكال في التعامل مع هذه الخلافات على أنها هي أصل الدين وهي أصل الفارق بيني وبين الآخر، وهذا هو أكبر مشكل حقيقي، لأنه جر هذا الكلام إلى النزاع حتى بين الفرق بين المذاهب الفقهية، فهذا لا يقبل بهذا وهذا لا يقبل أن يصلي مع هذا وهذا لا يقبل بحكم هذا. وهذا من أمتنا، ما هي الأسباب؟ أسباب كثيرة، لكن الجميل في تاريخ أمتنا أن أهل العلم ما برحوا يناظروا بعضهم بعضا ويبحثون في
جوانب الخلاف ويبحثون عن القواسم المشتركة ويعذر بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا في جوانب كثيرة، بمجرد يتعارفون ويستوعب كل واحد منهم ما بنى الطرف الآخر عليه فإنهم يكتشفون القواسم المشتركة إلى حد كبير. فالحقيقة يعني هذا الأمر أيضا، وتاريخ المناظرات في تاريخ أمتنا كثير جدا يعني، وتاريخ ناصع يعني في تاريخنا الإسلامي. الشيء المهم جدا أيضا في الأمر وهو أن هذه الاختلافات ينبغي أن لا نغفل أن أصل الاتفاق هو أكثر من 80% بين المذاهب والفرق. ينبغي أن نركز على 80% هذه ونجعل التقارب في 20 أو أكثر من أو أدنى من 20%. الكثير من هؤلاء لا يركز على 80%، يركز أنت اختلفت معي إذا لا أتعامل معك، لا أتحاور معك، لا أبحث على ماذا بنيت ولا ما هو الأساس الذي بنيت فيه. وما شهدناه في عصرنا من تقارب في الجانب الفكري وفي الجانب المناهج المعرفية وحتى في القوانين، في وضع القوانين ومشاركة في المذاهب الفقهية في وضع القوانين الدول، خاصة قانون الأسرة في الجزائر مثلا وفي الدول الأخرى، أعظم نموذج على ذلك التقارب الذي بني على الحوار الحقيقي والقواسم المشتركة. على الحوار في نصف دقيقة أو دقيقة يعني على الأكثر نختم هذا اللقاء. يعني الآن الحوار، نحن الآن في يومنا له دواعي كثيرة يجب أن نحاور غيرنا. لماذا؟ لأن هذا الدين دين عالمي، يجب علينا، من الواجب علينا أن نبلغه للآفاق، ولا يتم تبليغه إلا إذا حاورنا هؤلاء الذين نبلغهم إياه. يعني الآن في أوروبا، الجالية المسلمة الآن في أوروبا بالملايين، هؤلاء لو تمثلوا هذا الدين حقيقة في سلوكاتهم لكان حالهم يغني عن المقال في الدعوة إلى هذا الدين وفي محاورة الآخرين. خصوم الإسلام الذين يتربصون به من الداخل والخارج، هؤلاء أيضا طبيعة الحوار معهم مختلفة. يعني هناك من بني جلدتنا من يكتب في القدح في الإسلام وكذا، هؤلاء الحوار معهم بفضح مخططاتهم وليس بأن نحاورهم بهذه المسائل البديهية. بارك الله فيك. بسبب هذا الحوار المساجد التي فتحت في فرنسا وفي أمريكا وفي كندا وفي غيرها فتحت بالحوار وفتحت بالكلمة وفتحت بالإقناع. فضيلة الأستاذ الدكتور خليل قاضي، متخصص في العقائد والأديان والقراءات القرآنية من جامعة الجزائر، واحد شكرا جزيلا. بارك الله. فضيلة الدكتور محمد تيمزغين، أستاذ الدراسات القرآنية من جامعة الجزائر، واحد شكرا جزيلا. بارك الله. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، ينبغي أن يكون الاختلاف بيننا كمسلمين اختلاف تنوع، الاختلاف تضاد كما يقول العلماء. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.